الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأنصاره الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. وبعد، في لقائنا المتجدد في شرح صحيح الإمام العالم الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه، وصلنا إلى الباب 56 بعد 500، باب من نزل بذي طوى إذا رجع من مكة. في هذا الباب حديث واحد، هو 51 بعد 600، عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان إذا أقبل بات بذي طوى، حتى إذا أصبح دخل، وإذا نفر مر بذي طوى وبات بها حتى يصبح. وكان يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. معنى الحديث، يحدثنا ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان ينزل بذي طوى، وهو يبيت فيها عند قدومه إلى مكة وخروجه منها، وهو موضع في الزاهر غربي مكة. وقد كان ابن عمر يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. فقه الحديث يدل على استحباب النزول بذي طوى والمبيت به عند القدوم إلى مكة وعند الخروج منها، وهذا ما ترجم له البخاري، كما يستحب أداء صلاة الصبح فيه. لكن هل هذا من مناسك الحج؟ ليس من مناسك الحج اتفاقا. أما الغسل عند دخول مكة فقد استحبه الجمهور مطلقا، حتى للحائض والنفساء، وقال مالك إنما يستحب لغيرهما، أي لغير الحائض والنفساء، والله أعلم. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.